اسم بكون صف انت؟ اسمي معتز يوسف حامل محمود الصف السادس. كيف كانت الامتحانات؟ كيف شفتها؟ بايز جاوبت اليوم الاسئله كيف؟ ايه جاوبت سهل. سهل. باي الاسئله اللي اعطوها لكم هذه كويسه؟ كويسه. على لجنه لازمه؟ ايه كويسه. حليت يعني 100 100؟ 100 100. والله ساعدكم؟ والله ساعدتكم هل با؟ ايه ساعدتنا با. باي كانت؟ كيف كانت الامتحان اليوم؟ سهل صعب؟ سهل ايه. سهل. باي الاسئله اللجنه بتاع الازمه هذه ساعدتكم؟ ساعدتنا يا هلبا. كيف ساعدتكم ترى؟ ساعدتنا في الحل والقرايه. ايش بدك في العطله انت تسوي؟ انا نلعب. وين بتلعب؟ في الشارع. بس مش حتخش نادي صيفي؟ لا ما اخش نادي صيفي. ايه. نمشي الحر. نمشي ايه. رشيني. اعطيني اسمك. عبد المؤمن عبد الحميد انفاس. اين صفك؟ سادس. سادس، شنو كانت اليوم الامتحان؟ والله سهلة الحمد لله مشيت. ايه. باي الاسئلة متاع لجنة الازمة ساعدتكم؟ ساعدتنا. كيف من اي ناحية ساعدتكم؟ من كل شيء. من القراية والجواب. بس شو بتدير في الصيف انت؟ لا بحر وكل شيء. ها؟ بحر وجو مليح. بس. ايه النادي وجو. هاي سوي. اسمك في صف؟ محمد ابو سالم الصف الثامن. احكي لنا كيف كانت الامتحانات وكيف كانت الاسئله اليوم؟ كويسه الامتحانات من البدايه للنهايه، وهذا اليوم اخر يوم ان شاء الله في الامتحانات. الاسئله بتاع لجنه الازمه كيف كانت؟ الاسئله اكثر حاجه ساعدتنا احنا في الامتحانات حاليا، حتى في الدقوق الفقاهنه احسن حاجه درتها وزاره التعليم اسئله الازمه اللي ساعدتنا في الامتحانات. تو المبتدئات والمصيفات والبحار. بارك الله فيك.